أهلا وسهلا. أهلا فيكي. قصة الرسالة كتير زعجتني، ما قدرت ارتاح، لهيك حبيت اجي مرة تانية واعتذر. لا تضايقي حالك، لأني خبرت كمال ما كان في داعي تجي كل هاي المسافة. كيف ما انزعج؟ شو كان رح يصير لو انك ما اجيتي وحكيتيني؟ شو رح يصير لو اخذتي قرارك بدون ما تسأليني؟ حكيت مع المحل وقلت لهم حطيتوني بموقف محرج، الغلط اللي عملوه مانو مقبول بالمرة. ما عاد في داعي نفتح هاي القصة مرة تانية، هاي القصة انتهت على خير وهذا المهم. على فكرة انتي حدا كتير متفهم نارين خانم. شكرا إلك. تفضلي. لازم تهدي حالك بنتي، ما لازم تتناقشي معه ولا حتى تدخلي كمال بالقصة، ولهالسبب كل الشغلات اللي زعجتك خليها جوات راسك ولا تطالعيها. اتفقنا؟ وينك؟
كل الناس عايشة ومرتاحة، أما أنا شو؟ مو من حقي. اشتغلت كتير شغلات، بس بفضل أختي اضطريت اشتغل هلأ محقق. آخ يا أختي. جيت على القصر مثل ما قلتيلي، وعندي إلك خبر. إلي كذا ساعة متصلة فيك، هلأ لو وصلت؟ مو وقت هذا الحكي، عندي أخبار مهمة لإلك. احذري مين بغرفة أمير. أصحك أصحك تقلي إنه هديك الضياعجية قاعدة معه بالغرفة. أنا ما قلت شي، أنتي اللي قلتي. إيه قاعدة معه بالغرفة. إن تكون بغرفته وبهالوقت هالشي مو منيح. ماشي. طيب شفت أمير شي؟ بلكي ما كان بالبيت. طالما سيارته هون، برأيك وين رح يكون أختي؟ لك شو هالحالة؟ شو هالحالة هي؟ شو بدك ساوي؟ اصحك تروح لمكان وفتح عيونك منيح وحاول تعرف لي شو يلي عم يصير بسرعة. رح أخذ أول طيارة وإجي. ايه تمام. أمير بيك التقى مع المستثمر مو هيك؟ ايه التقى فيه. طيب كيف كان الاجتماع؟ انطباعه الأول كان منيح. طمنتني كتير، بتمنى نوقع بأقرب فرصة. لا تواخذيني نارين خانم، بعرف إني عم بحكي عن الشغل كتير وأكيد مليتي. أبدا، لأنه أي شي بهم حبيبي كمال بهمني أنا كمان. على فكرة بهتم بأفكار نارين كتير، لأنه ببساطة في عنده بعد نظر بيساعدني بحياتي العملية. وين راح مارت؟ أنا صار لازم أمشي، ما شفته منيح العشاء. لو فيي أقضي معه شوية وقت قبل ما أمشي. رح شوفه، إذا ما كان نايم رح أقله أنك رايحة. عن إذنك لأشرب مي. شو بدي أعمل أكتر من هيك؟ أنا كرمال الدكتورة تعشيت معه. شو رأيك روح أسكن معه بالمرة؟ كل ما بتجي لهون بتعلق، مدري كم ساعة صار لقاعدة برا. يا ترى شو ناطرة؟ بجوز عم تدور على طريقة لتتواصل معك، يعني هدفها تتقرب منك. شو رأيك لو تكسر الحاجز اللي بيناتكم بقى؟ لما طلبت مصاري عاملتني بطريقة بشعة كتير، بس هلأ تغيرت معاملتها. لو بقت عطتني المصاري ما كنت رح روح بكرة وزور قبر أمي. حتى لو عطتني مصاري الدنيا كلها ما رح يمشي الحال هلأ. مارت فيني فوت؟ أجت الدكتورة، يلا منحكي بعدين. أكيد تفضلي. على مهلك لا توقف.
وجعتك شي؟ فيقتك شي؟ كنت بدي جيب مي. انكسر الشر هلأ بلمون. تبهي تجرحي ايدك. لميتن مشي الحال. مارت عم يجهز حاله للنوم لأنه بده يروح الصبح بكير يزور قبر أمه. فهمت، بسيطة، طالما شفته شوي على العشاء بكفيني. ركبوا الشهادة على قبر فكرية وبرأيي صار لازم نروح نزوره. ايه فكرة حلوة، بس بصراحة عندي مرضى كتير بالمشفى بكرة الصبح، ليش ما بتروح انت ومارت؟ ما لازم يشرب هلأ مي باردة أبدا. ما أكل شي.
لميتهم مشي الحال. أي شخص بهي الدنيا بيقدر يغير لك مزاجك بكلمة منه ويخلي أعصابك ترتاح، معناتها هالشخص مو عادي بالنسبة لك. حاجة تحلم، ما في شيء. يا ربي شو بدي إلا هلأ؟ ألو؟ ها؟ قول بيري؟ الحمد لله قدرت أوصل لك. أمير ما إجا على أرز روم لسه، اتصلت فيه كتير بس ما عم يرد علي. يا ترى بتعرفي وينه؟ هاي هي مرتي اللي بحبها. لما فتحت قصة الرسالة تعاملتي معها بوعي. لو كانت القصة بالعكس ما بظن كنت رح اتصرف بهي الطريقة. بجوز هالمرة هيك، بس كمان مو دائما فيني يكون واعية، وبالذات إذا الموضوع بخصك. هيك لكان قصدك، لازم يخافوا منك مو هيك؟ ايه بالضبط. وينه أمير؟ هو منيح؟ ايه نايم بغرفته، بس مو كنتي بأرز روم؟ طالما أمير بهي الحالة أكيد ما فيني أبقى هنيك. حجزت بأول طيارة وإجيت. أنتي قلتيلي إنه في حدا ضاربه بسكينة، بس ما قالك مين هو؟ طيب شو عم يعمل هون؟ ليش ما رحتوا على المشفى يعني؟ ما قبل. بسببك مو هيك؟ عمك اللي عمل هيك ولا توغاي؟ ولا الزلم اللي اسمه ليفانت؟ مو مشكلة، واحدة في ألف مشكلة. أكيد هاد ليفانت طبعاً، لأنه الزلم متحمل اللي صار وفوق الاتفاق معه خريب. على الأغلب أمير ما قبل يروح على المستشفى كرمال ما يزعجك. لو رحتوا على المستشفى الشرطة كانت رح تفتح تحقيق، وأكيد كنتي رح تنزعجي لأنك أنتي اللي ورطتيه. آخ منك أمير، هالزلمي ما بيفكر بحاله أبدا، بس بالنهاية هاد طبعه، ما بيورجي وجعه لحدا ولا رح يحملك اللي صار. أكيد بعد اللي صار كنتي مرعوبة. بصراحة لو أنا كنت مكانك، ولو أنا بسببي كان صاير عليه شي، كنت رح موت من قلقي.
شو اللي عم تساويه هون؟ اجيت مشانك، مشان امك تشوفني معك وترتاح وهي بقبرها. مو مهم ابدا اذا كنتي معي ولا لا. عم تفهمي اللي عم قوله؟ مارت لا تعمل هيك لو سمحت، صدقني انا كتير اسفه. زعلتي عليها هلا؟ شو ساويتي لما طلبت مساعدتك؟ بكل بساطة انت ما ساويتي شي. يلا جاوبيني. شو ما قلت معك حق، لأنه كان لازم ساعد أمك وكان لازم ساعدك لإلك. صدقني ندمانة وحتى مستعدة أعمل أي شي كرمال صلح غلطي. فيكي تعيشيها؟ فيكي تطلعيها من القبر؟ فيكي ترجعي كل شي مثل ما كان قبل ما تموت؟ يعني بنظرك أنا المسؤولة عن كل شي صار؟ عم تحكي معي وكأني أنا يلي قتلت لأمك. بكفي مارت. مارت برأيي هدي حالك. انت اللي قلت لها تجي على المقبرة اليوم؟ هو ما قال لي شي. امبارح المساء عرفت انك جاي لهون، ما قدرت نام طول الليل وجيت لحتى اقول لك سامحني. انا اسفه كتير، كنت جاي لحتى اعتذر منها، حابة ورجيها قديش كنت ندمانة. هدي حالك شوي، القصة ما بتنحل بهي الطريقة. بتعرفي منيح اللي ما اجيتي على أرزروم ودرتي بالك عليه. بتعرفي شو؟ هي الشوربة بيحبها أمير كتير، كنت أعمله إياها من زمان، كان يقلي بعملها أطيب من ما بتعملها عمتي مليكة، كان يطلب مني ساويله إياها دائما، بس كل شي تغير اليوم وما عاد ساويها، وصرتي أنتي اللي عم تساويها. صار جاهزة، رح أخده ومنها بشوفه. مع قلبك شير أمير.
مو على أساس أنت بارز روم؟ لما ما قدرت أوصل لك خفت عليك كتير، فاتصلت بقول بيري وفهمت من صوته أنه صاير شي مو منيح، لهيك حجزت وإجيت. ليش ما اتصلت فيني وخبرتني أمير وأنت هون؟ ما رح تتعافى أبدا. بعرف أنه ما بدك حدا يسمع باللي صار مشان ما تزعجه، بس ما تقلق أبدا، ما رح جيب سيرة لحدا. يا ريت ما عذبتي حالك، أنا منيح. ما في عذاب ولا شي، بس ما عم أفهم ليش ما رحت على المشفى. ما بيصير هيك يعني، لا سمح الله ممكن حالتك تسوء أكتر. بس خلص لا تخاف، أنا رح ضل معك لحتى تطيب وما رح أتركك لحالك. الشوربة منيحة بتفيدك، فيني اشربها لحالي. طيب رح حط لك الصينية قدامك. شوربة طيبة كتير، يسلموا إيديكي. صحة وعوافي، إمتى ما بدك بسوي لك إياها. طيب اللي هلأ لازمك شي يا ترى؟ لا لا يسلم. ليك أي شي بتعتازه بس نادي علي، كل الأحوال كل شوي بمرق لعندك. أساساً قول بيري تعباني شوي، أول ما إجيت على القصر اختفت فوراً، بتكون عم ترتاح. عكل إن المطبخ قايم قاعد، خليني روح نطفو وبعدها برجع لعندك. ما حبها، أصريت عليه وجبرته يشربها، قلت له ما رح تتحسن أبدا إذا ما شربتها. هيك طبعه أمير، يعني لما يكون مريض للأسف ما بيهتم بوجعه بالمرة، بس إذا المريض حدا بيحبه بيضل جنبه دائما. مرة من زمان إجتني مرضى قوية، وقتها ضل جنبي وما خلاني روح على البيت، وبحياته ما نسي موعد الدواء ولا موعد الأكل، كان دائما يطعميني بإيديه. صدقيني كان يهتم فيني كتير وكان يحبني لدرجة كبيرة، بس بسيطة أساسا اللي راح راح. شو اللي عم تطبخي؟ هي أعشاب ستي كانت تساوي منه، مفيدة لحالة أمير وبتساعد إنه يتحسن دمه وبتشفي بسرعة. إيه طبعا، ما كان في أي مشافي أو دكاترة بالجبل، فكان لازم تدبري حالك بالأعشاب وهي الشغلات، ما هيك؟ لا، كان في عنا دكتور شاطر بالضيعة، بس هي كانت طريقة العلاج عند الناس القدماء وكانوا يستفادوا عليها. ايه فهمت، معلوماتك قوية بهالمجال. طيب امتى بتخلص هاي الخلطة؟ بس تغلي اكتر من مرة بتجهز. تمام، انا باخد له اياه، انت تعبانة. بس كمان رح أعطي أمير المسكنات، بالنهاية الخلطة هاي لحالة ما بتكفي، ما فينا نستغني عن الأدوية أبدا.
لازم ترتاحي منيح وتاخدي ادويتك، وبشوفك بعد 10 ايام. تمام دكتورة، يعطيك الف عافية. خير شوفي صاير شي؟ اتصلت فيه بس ما رد، قالت لي فخرية انه ما رجع. صاير شي مشكلة؟ ميسم اجت على المقبرة ومارت ما عجبه هذا التصرف ابدا وعصب كتير. بالزور لقدرنا نقنع مارت لحتى يشوفها، ليش لا تعمل هيك من دون ما تخبرنا؟ لو كانت مخبرتنا من قبل كنا حكينا مع مارت. معك حق، وحتى هي انزعجت، حتى من كتر ما بكيت ما قدرت تسوق سيارتها وأنا اللي وصلتها. ما قصرت. رح اتصل بمارت يمكن يرد علي. كل شي كنت حاسبته صار بالضبط. كنت عارفانة إنه الغبي مارت رح يعصب علي، وفعلا بلش يعيط ويصرخ، وطبعا رفيقتك لعبتها صح. يا ريت كنتي هنيك وشفتي دموعي وهن عم ينزلوا. هو أكيد كمال طارهون ما قدر يقاوم. ليش في رجال بالدنيا بيقدر يقاوم دموع المرأة؟ وبالأخص إذا هالمرأة أنا. حتى وصلني على المكتب، صح ما فات بس ما في مشكلة. معناتها أنت في عندك خطة تانية ما هيك؟ وإلا ما تركتي الزلمة يروح بهالسهولة، ولا أنا غلطانة؟ لكن برأيك ليش عم أحكي معك من تليفون المكتب؟ لأني ببساطة كنت شاردة كتير لدرجة نسيت موبايلي بسيارته. إيه؟ وهو مجبور يرجع لي إياه، يعني لازم يجي لعندي على المكتب، وبعد ما رح اسمح له يروح ورح يضل معي دائما. وهديك المرة الحنونة رح تتركنا نعيش حياتنا أنا وياه.
عملت لك خلطة أعشاب، رح تفيدك كتير ورح تساعدك لحتى تطيب بسرعة. حاولت فوت شوي شوي مشان ما فايقك، بس للأسف ما قدرت. خليك مرتاح هلأ، بتشربها إمتى ما بدك.